Hey, معكم شيماء working as interior designer at IKEA. أول شيء رح أقوم بتنسيق الكنب بوضع بعض الأغطية والوسائد. ننتقل بعدها لتنسيق الطاولات. رح نضيف صينية مع المشروبات الساخنة وبعض الأكواب، ورح حط فازة مع الأوراق الخضراء لإضافة لمسة جمالية للطاولة، وبعض الفطائر والصحون للتقديم. أسفل الطاولة رح نحط بعض السلل لوضع كتب للقراءة وبعض الأشغال اليدوية بحيث يكون الوصول إلها سهل. على السايد تيبل رح نحط بعض الشموع الإلكترونية للتزيين ومنها لسلامة أطفالنا. حطينا ترولي بجانب الكنبة. استخدمنا أول طبقة للمشروبات الباردة، ثاني طبقة للفواكه مع صحون تقديم، ثالث طبقة للسناكس والتيشوز. وهون خصصت زاوية للأطفال، وضعت فيها كرسي للجلوس ولوح المالا للرسم عليه، واستخدمت بوكس أزرق بعجلات لسهولة حركته لتنسيق أدوات الأطفال وسهولة الوصول إليها. وبهيك بكون خلصت معكم وطرحت عليكم بعض الحلول والأفكار المفيدة، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا.